أعزائي التلاميذ، تلاميذ الجذع المشترك علوم، في المجزوءة الثانية ندرس اليوم درسا يتعلق بدرس النصوص عنوانه عظمة تكنولوجيا الاتصال. طبعا المفترض من هذا الدرس بعد قراءتي أن أكون قادرا على محاورة نصوص تتناول قضايا معاصرة، أستطيع الدفاع عن رأيي الشخصي حول تلك القضايا، أوظف رصيدا من المفاهيم حول الاتصال والتواصل. لا شك أعزائي التلاميذ أن تكنولوجيا الاتصال تشكل جانبا مهما ومكونا مؤثرا من مكونات النظام الاتصالي، ويؤثر البعد التكنولوجي في كافة الأبعاد الاتصالية الأخرى، ويتسع مصطلح تكنولوجيا الاتصال ليشمل داخله تكنولوجيا المعلومات، وتعني تكنولوجيا المعلومات اقتناء المعلومات بمختلف صورها وأوعية حفظها، سواء أكانت مطبوعة أم مصورة أم مسموعة أم ممغنطة، وبثها باستخدام طائفة من المعدات الإلكترونية الحاسبة ووسائل أجهزة الاتصال من بعد أو عن بعد. طبعا هذا النص مثبت في بعض المقررات الدراسية، ستجدونه الإحالة في آخر النص، ويختصر فيه تجربة أحد الباحثين نبيل علي وقد زار اليابان في ثمانينيات القرن الماضي. طيب في تحليلنا للنص، في النص القرائي هناك مجموعة من المراحل المنهجية، بداية هي ملاحظة النص من أجل البحث عن صياغة الفردية. كما تلاحظون أن العنوان عظمة تكنولوجيا الاتصال، هذا العنوان جاء مركبا اسميا تصدره كلمة عظمة، ومن معانيها في المعاجم نقول عظم الشيء بالضم يعظم، أي كبر فهو عظيم وعظام أيضا بالضم، وعظمه تعظيما أي فخمه، والتعظيم التبجيل، واستعظمه أي عده عظيما، فهو الأمر المجاوز للعقل المنزاح عن توقعاته المثير للاستغراب. المكون الثاني تكنولوجيا الاتصال، هي الوسائل والتقنيات التي تضمن الاتصال والتواصل بين الأفراد والجماعات. وإذا لاحظنا الصورة المرفقة بهذا النص ستجدونها أنها تضم مجموعة من الأجهزة التكنولوجية بما فيها وسائل الاتصال. إذن فالصورة ثاني وكذلك العنوان تستجليان ما يذهب إليه العنوان دلاليا، وتدفعنا إلى افتراض أن النص سيكشف عن بعض تجليات عظمة تكنولوجيا الاتصال. بعد قراءتنا للنص نستجلي مضامينه، نبحث عن سؤال ماذا قال النص، ونقسم بإمكاننا أن نقسم هذا النص الذي أمامنا إلى وحدتين أساسيتين. الوحدة الدلالية الأولى يمكن أن نقسمها أو نعنونها بما هو سردي، لأن الكاتب قد ابتدأ نصه بقصة واقعية عاشها بهاماموتو باليابان. والجزء الثاني وهو مقالي سنعالج فيه مجموعة من الأفكار التي يتناولها الكاتب. طيب في الوحدة الأولى الدلالية أي ما هو سردي، سنجد بأن الكاتب قد تحدث عن معاينته لتطور تكنولوجيا الاتصال باليابان إثر زيارته لصديقه الياباني بمدينة هاماموتو، حيث أنه وجد أحد أبناء صديقه الياباني وهو يتعلم عن بعد في اتصال مع صديقه في غرفة فيها مجموعة من التلاميذ. وقد أبرز في هذا الجزء أو في هذه الفقرة أبرز الكاتب أهمية وسائل الاتصال في التعلم عن بعد. بالنسبة للأفكار في الجزء الثاني سيتناول الكاتب مجموعة من الأفكار، منها مساهمة تكنولوجيا الاتصال في تكسير الحدود بين أركان المعمور أي جعل العالم قرية صغيرة، تقريب مختلف الخدمات من الإنسان، التسوق عن بعد، التطبيب عن بعد أيضا، عقد اجتماعات عن بعد إلى غير ذلك، إسهام تكنولوجيا الاتصال في تجاوز المسافة مشكلة مفهوم العالم القرية، استشراف الكاتب الإمكانات التي قد تتيحها تكنولوجيا الاتصال على مستوى التواصل بين الأفراد والمجتمعات. من كل ما سبق
يمكننا أن نفرع أفكار النص إلى العناوين الآتية: الأول، اليابان وتكنولوجيا الاتصال. ثانيا، التكنولوجيا والتعليم، خاصة موضوع التعلم عن بعد. ثم إلغاء الحدود والمسافات وانتفاء مفهوم المسافة والزمن. التكنولوجيا والمثاقفة والتسامح والحوار. طبعا بعد فهمنا لهذا النص نمر إلى كيف قدم الكاتب نصه. يمكن أن نقف أولا عند الحقول الدلالية. يتوزع النص كما تلاحظون حقلان دلاليان، يحيل الأول على الاتصال والثاني على التواصل. من الكلمات التي تدل على الحقل الأول هناك يتلقى، يتحدث، نقل، اتصال. مما يدل على التالي أي التواصل هناك تحاور، نؤثر ونتأثر، الحوار، يتجاذب، وكلمات أخرى. طيب، العلاقة الناظمة بين الحقلين هي التضمين، فالاتصال جزء من التواصل، فكل تواصل اتصال، فالأول يرتبط بالتغذية الراجعة بتبادل البت والاستقبال، أما الثاني فيتحقق بالإرسال فقط. نمر إلى طرائق العرض. طرائق العرض وزعها الكاتب وهي متنوعة ومتعددة، سنكتفي ببعضها. أول شيء هو الإقناع بالسرد. أول ما يجب الوقوف عنده هو هذا الاستغلال للسرديات في مجال المقالة، حين تطالعنا مكونات العمل السردي في بداية النص من أحداث، شخصيات، الكاتب وصديقه الياباني وابنه وعائلته والأستاذ الذي يدرس عن بعد. ثم هنالك فضاء وزمان اليابان في بداية الثمانينات أو الثمانينيات، كإشارة إلى ما وصلت إليه اليابان من تطور تكنولوجي ساهم في إطراء العملية التعليمية وتشجيعها عن بعد، ووصف تقريب الجو العام للمتلقي لملامسة هذا الواقع، الطفل في وضعية تلقي الدروس العاشرة من عمره منشغلا جالسا وحيدا في غرفته يتابع الدرس، ومن سرد إذ اتخذ طريقة خطية تتابعية في نقل الأحداث بشكل مألوف زمنيا، واختيار الرؤية السردية مع السارد فهو مساوي للشخصية يعلم ما تعلمه لأنه مشارك فيها. بالنسبة إلى الجزء الثاني على الخصوص الذي يتناول فيه أفكارا، فنجد أن الكاتب قد وظف أسلوبا تقريريا مباشرا يخلو أو يكاد من الصور البيانية والمحسنات البديعية. الأمر الثاني أن نجد أن الكاتب قد غلب الخبر على النص وقد زاوج بين الخبر الابتدائي والطلبي، مثل المثال الأول كنت في زيارة لمنزل صديق ياباني، ومثال الثاني أي الطلبي إن تكنولوجيا الاتصال هي مصدر الشفافية. لاحظ إن علامة على الخبر الطلبي، كنت خاليا من أداة التوكيد معنى أنه خبر ابتدائي، ومن ثم فالكاتب يتوجه بخطابه إلى متلق خالي الذهن أو متردد وشك. نوع كذلك أساليبه اللغوية، من ذلك هناك التوكيد إن تكنولوجيا اتصال، الاستثناء إلا أن هذا الإحساس، يحتاج إلى همزة هنا، النفي لا يتكلم وليس هذا خيالا، الاستفهام أين هذا المدرس، فهل يمكن لنا أن نتخيل. بالنسبة لبنية التلفظ، وظف الكاتب ضمير المتكلم ليحيل على ذاته العالمة المكتشفة والعارضة لما حققته التكنولوجيا، كما وظف ضمير جماع المتكلمة نحو قوله أيدينا نشاهده نحاوره، ليضفي على نصه سمة الإجماع والوثوقية. اعتمد أيضا الكاتب في نصه منهجا استقرائيا انطلق فيه من الخاص إلى العام، حين انطلق من الوقوف عند التعليم عن بعد ليصل إلى عظمة تكنولوجيا الاتصال، ثم معاودة تفكيك هذه العظمة إلى مجموعة من العناصر في ظل تصوره لاحتمالات هذه التكنولوجيا، تكسير الحدود بين أركان المعمور والأنشطة والأعمال. على مستوى إذن من كل ما سبق من مرحلة الفهم ومرحلة التحليل نخلص إلى الآتي: تناول الدكتور نبيل علي عظمة تكنولوجيا الاتصال وفق بنية تقليدية، مقدمة كشف فيها بعض مظاهر تكنولوجيا الاتصال، لينتقل إلى العرض حيث ناقش أثر التكنولوجيا في مناح متعددة من حياة الإنسان، ليختم بتأكيده أهمية تكنولوجيا الاتصال في الشفافية الجغرافية. وقد صاغ هذا المضمون وفق بناء حجاجي تجاورت فيه بلاغة الإمتاع والإقناع. آمل أن تتوصلوا جميعا إلى
رسالة النص، ويمكن أن نستشفها من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية: بما تفسر توقعات الكاتب حالياً؟ هل تكنولوجيا الاتصال أسهمت في تصالح لغوي عالمي حسب طموح الكاتب؟ وضح ذلك. في انتظار ذلك، أحييكم وإلى اللقاء.